قط الكبد ايضا مسيد بالسالميه. ايش في المسجد بالسالميه ابو احمد؟ مسجد بالسالميه المفروض المسجد شو يسوون فيه؟ يصلون؟ يصلون صح؟ صلي تصلي؟ ان شاء الله. انزين؟ يصلون. لكن اذا انتهت الصلاه شو يسوي الحارس؟ يغسل سيارات التاكسي. شوفوا التقرير. شوف يا ابو احمد، هذيل تكاسي واقفين عند المسجد وماخذين الهوز مال المسجد، حصلون سيايرهم. تفضل شوف الهوز، يغسلون التكاسي من ماي المسجد، وهذا المسجد، وهذه هني سكن الامام، هذا الباب هني سكن الامام، هذا العداد يسحب منه الماي. تفرج، خلص من التاكسي الاول. هذا اسم المسجد، مسجد الحاج غنيمة عبد العزيز المزيني، وهذا مكان التكاسي. شوفوا اللي يقعدون يغسلون السيايير. هذا الهوز، هذا العداد، وهذا مكان غسيل السيايير، وهذا التكاسي، وهذا المسجد اللي نصلي فيه. مسايد تحطون فيهم حراس ياخذون فلوس الدوله، ماي الدوله، تغسلون فيها الحارس يقوم يغسل سيارات التاكسي، قولوا سياره الامام، سياره المؤذن. معالي الوزير يعقوب الصانع، هذا المسجد غسل سيارات تكاسي بعد. المفروض الحارس واللي يشتغل عند الحارس، يعني لو كل يوم يغسل السيارة بربع دينار يعني يطلع له كم باليوم؟ نص دينار مثلا على السيارة، كم بيطلع باليوم؟ طلع معاشه ثلاث أربع مرات، وعلى حساب الدولة ما في تكلفة، فاضي. بدل ما ينظف المسجد ينظف غسل السيايير، شغل بعد الظهر وعلى حساب الدولة. مسكينة الدولة والحكومة، والله العظيم مسكينة الدولة والحكومة. مشكور يعقوب الصانع، الأستاذ يعقوب الصانع، يا ليت شفنا قصة المسايد وهذا المسجد، ويعتبر هذا بلاغ للإخوة وزارة الأوقاف. يا ليت الإعداد يبلغ عندنا رقم الإخوة في وزارة الأوقاف يبعث لهم هذا التقرير الإجراء اللازم. زين،